صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها، مثل بعض بطاقات الاتصال والانترنت، وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر؟ وش السؤال؟ يقول أحسن الله إليكم: ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها، مثل بعض بطاقات الاتصال والانترنت، وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر؟ والله حدثت معاملات وحيل وأشياء وتغرير بالناس وأكل لأموال الناس، منها هذا العمل. المفروض أن الإنسان إذا اشترى البطاقة يستعملها حتى تنفد، ولا يحدد لها وقت، لا يحدد لها وقت، ما دامت صالحة للاستعمال تستعمل، لأنه دفع ثمنها، فيستعملها إلى أن تنتهي بدون تحديد وقت. نعم.